يا حلوين، فيديو النهارده هيكون فيديو زي ما انتم شايفين كده. الميك اب لوك الخطير ده عملته عشان عيد ميلادي، حابه احتفل وحابه اتصور، فكنت عايزه اعمل لوك جريء كده علشان اتصور بيه. هنزل الصور على انستجرام عقبال لما الفيديو ده ينزل لكم. هيكون الصور نزلت، لو نزلت هحطها لكم هنا علشان ما احبش اعمل سسبنس يعني. هحط لكم الصور وكمان اللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها تحت في الديسكربشن بوكس، لو انتوا حابين تيجوا هناك هتتبسطوا والله. انا هناك بعمل حاجات تانية خالص. انتوا تعرفوا انا عملت اللوك ده ازاي باستخدام منتجات كلها جديدة، تابعوا الفيديو للاخر. اول حاجة هعملها هي العين عشان حاسة ان هي هتفول اوت. انا شفت ليها فيديو وناوي اقلد اللوك اللي انا شفته يعني، ف مفيش كرياتيفيتي النهارده. هعمل لوك انا نقلاه يعني من حد على اليوتيوب. هنا كانت عامله الفيديو ده، واول لما البلت نزل وعملته وعجبني بصراحه، فقلت ان انا هعمله كده زي ما هو، اشوف هيطلع معايا عامل ازاي. ابتدي بالعين لان هي قالت انه البلت بتوقع فول اوت، ومن يوم ما جبتها على فكره وانا ما استخدمتهاش خالص، انا ناويه استخدمها معاكم. هحط كونسيلر ونثبته ونبتدي بالعين، وبعدين نكمل بقى بقية الوش. بعدين حبيته باللوس باودر بتاعت اسنس دي اللي هي البنانا باودر. فكرة انا بصور في ضوء الشمس يعني، مش حاطة قدامي رينج لايت ولا اي حاجة خالص، ضوء يعاكس يعني. طبعا الشمس مش جاية في وشي عشان برضو الاضاءة ما تبقاش غريبة بالنسبة لكم، فيا رب تطلع حلوة. اكتبولي برضو في الكومنتس الاضاءة كده احلى ولا الفيديو مثلا اللي قبله احلى. نبتدي بقى في البلد. طبعا البلد دي شكلها هي قديمه مش جديده، اسمها مان ايتر، وده شكل الالوان بتاعتها من جوه. انا طبعا هعمل الازرقات دي عشان عايزه البس ازرق وعايزه اعمل لوك اوفر يعني، بس مش اكتر من كده. فهاخد طبعا اول لون اللي هو اسمه كات ناب عشان بس يبقى لون انتقالي كده، اللي هو لون فاتح خالص يعني مفيهوش اي حاجه، بتعمل فول اوت بسيط مش قوي زي مثلا هدى بيوتي وكده. بحس هدى بيوتي واناستازيا بيعملوا فول اوت كتير قوي، بصوا مش كتير يعني. الفرشه اللي انا بستعملها دي على فكره من اسنس، عشان لو حد حابب يعني ان هو يعرف يعني. الفرشة اللي انا بستعملها دي من اسنس، كانت جاية في كيت، كان جاي معاها كان تقريبا 5 فرش مع بعض يعني، كانت دي ودي تقريبا واحدة للوش كمان، بس ما اعرفش راحت فين. بس انا مقسمة الفرش بتاعتي على 3 اجزاء زي ما قلت لكم، بقيت بحط الفرش في مكان ما يوصلوش يعني. الفرش دي مثلا محطوطة كده مفتوحة، بحطها في ظرفه وبقفل عليها، ما انتش بحط فرش كده للهوا لان بيبقى فيه وبر في الجو انت مش شايفاه اصلا، فغصب عنك الفرش بيجي عليها تراب وانت مش شايفه، انت مش هتشوفيه. فبقيت بقسمهم، الاورجنايزر اللي انا كنت جايباه من على شي ان ده بحط فيه الفرش، واستخدم حبه مثلا، الحبه اللي بيجوا على قد الاورجنايزر دول خلاص لما كلهم بيتوسخوا بروح سايباهم على جنب، وبستخدم مثلا التانيين دول لغايه ما كله يتجمع، وبروح غسلهم في الاخر في الغساله، عشان بحس برضو ان انا لما بغسلهم في على ايدي كده كلهم بيضايقوني يعني. ممكن بنفس الفرشه، بس لا عايزه فرشه تكون محدده اكتر عشان هي قالت ان اللون باتشي، وانا شفت عليها بصراحه ان اللون باتشي. هحط لكم الفيديو بتاعها لو حد حابب ان هو يتفرج عليه. عملت 2 لوكس، بس انا هستخدم اللوك اللي هو التاني اللي كان على ازرقات ده. هاخد الشيد دي اللي هي كابتيفيت، تالي مفيش افتح منها يعني. قالت ان هي مش على اخضر، هي دي مخضره شويه، بس هي بتطلع على رمادي كده يعني، الدرجه باتشي شويه، فهحطها هنا كده. هنتاب بقى عشان يطلع اللون انتنس. اللي انا بعمل بيها دي تحسوها كثيفه كده شويه، ومن جيسب رقمها 223. هو اللون كده طالع معايا مخضر، بس يعني انا شايفاه عادي مخضر عادي، مش زي ما هي كانت بتقول ان هو بيطلع باتشي. ممكن عشان هي عملت بفرشة اوسع من كده فبهدل معاها الدنيا، بس ممكن نرجع بالفرشة اللي هي الاولانية دي واعمل كده علشان ادمجهم مع بعض.
انه هيطلع مختلف عن اللي هي عملته، عشان بصراحة مش ماشية الخطوات زي، يعني مش معايا موبايل اقعد ابص على عليها بتعمل ايه بالظبط واقلدها، بس انا ايه هستخدم نفس الالوان بالظبط واحطها بقى بطريقتي ونشوف هنوصل فين. ده بصراحة فعلا يعني متعب في الدمج وبتشي شوية، بس تمام يعني هبقى ندمج فيه 3 ساعات علشان خاطر يندمج. ممكن الشيمر هو اللي يظبط الدنيا. اقول لكم بقى على حاجة عملتها وانا قاعدة كده فاضية، قلت اما اتفرج، ما اعرفش ايه اللي خلاني افتح مسلسلات رمضان بتاعت السنة اللي هي فاتت دي، السنة دي يعني اللي هو اول السنة، كان ايه اتفرجت على مسلسل الاستاذة ياسمين صبري بتاع رحيل ده، يا ريتني ما اتفرجت. وصلت للحلقة 9 تقريبا، كارثة كارثة بجد يعني. في الأول كنت مفكراه متصور في دمياط، وبعدين طلع متصور في اسكندرية، ويعني بصراحة هي مش سيئة في يعني في المسلسل عاملة الدور، يعني ما تحسيش ان هي اوفر تمثيل او كده، ان هي بتفيك حاجة، بس هو المسلسل نفسه قصته وحشة قوي، يعني دي مش قصة مسلسل تقابلونا بيها في رمضان. في الفرشة شوية اللي هي المبعككة في بعضها دي، وهاخد اللون اللي هو افتر دارك، اللي هو يعني اغمق لون في البلد خالص، اللي هو كحلي كده، مش عارفة اعمل بيه ايه بصراحة، بس انا هحطه كده مثلا بحيث ان احنا نغمق الحتة دي اكتر. تالي ده بيطلع يعني لونه كحلي، بس يا رب بس في الدمج ايه ما نزعلش، بس هحطه في الكسرة نفسها. اوكي، مش هطلع بيه لفوق زي التاني ده. قررت ان انا اعاقب نفسي واكمل المسلسل للاخر. انا عايزه اعرف هي خلاص خرجت من السجن بقى هتطلع تعمل لهم ايه دلوقتي؟ هتنتقم من الاستاذ احمد صلاح، تقريبا اسمه احمد صلاح حسني، هتنتقم منه ازاي بقى؟ انا عايزه اعرف. قلت كمان على مسلسل اسمه انترفيو، بس ده لسه بيتعرض دلوقتي، يعني اتعرض منه حلقتين بس، اتفرجت عليه، واتفرجت برضو على برغم القانون بتاع ايمان العاصي، بس حقيقي يعني بتاع برغم القانون ده انا اتفرجت عليه على فكرة عشان قالوا ان هو متصور في بورسعيد مش اكتر، نكد للنكد يعني. فما انصحش بصراحة لو انت يعني عايزة تحافظي على صحتك النفسية ان انت تتفرجي عليه. هو من يعني حلقة رقم 1 دلوقتي، ما تقريبا في 5، هو نكد بس، ما نعملش حاجة غير ان احنا بننكد على بعض. بس انا قلت اتفرج يعني صور في بورسعيد ازاي وبتاع، اخد اللون الفاتح خالص ده اللي هو اسمه سلاي، واعمل كده على الاوتر ايدجز دي علشان القشر لوك ايه متحدد قوي كده. زو انا يعني عارفين كانوا قبل ما يبتدي بيقولوا ان هو شبه بتاع منى زكي اللي هو تحت الوصاية ده، علشان هي عاملة تقريبا نفس البوستر، تاني كان متصور في دمياط، ده متصور في بورسعيد، يعني تقريبا نفس الفكرة العامة يعني. بس انا مش شايفة ان هما شبه بعض في البداية، يعني انا ما اتفرجتش على المسلسل بتاع منى زكي علشان السبب ده، ان هو نكد وكده، انا مش عايزة اتفرج على حاجة نكد. بس انا كنت عارفة ان الفكرة بتاعت مسلسل تحت الوصاية ان هي ام ومش عارفة مات جوزها ومش عارفة تعمل لهم حاجتهم وكده، بس ده لا، ده فكرة تانية خالص يعني. اللون اللي هو اسمه وايلد اللي هو شيمر، واخده بصباعي كده، بصوا اللون بقى هو ده بقى ايه الحماس، هنعمله كده في النص تقريبا. خطيرة بصراحة الألوان الشيمر خطيرة. اللون اللي هو اسمه ميستيريوس اللي هو الأزرق ده، واحطه قبله شوية، ده شكله هيعمل فولوت كتير. بصوا بهدلي وشي، عشان كده قلت هعمل العين الأول اللي هي الفرشة الكوندنس دي، واعمل بيها كده علشان الايدجز اللي فوق دي، بس بالراحة علشان اللون ما يطلعش لفوق قوي. كل ده انا استعملت
فرشتين بس، يعني مش لازم يبقى عندك فرش كتير قوي عشان تطلعي لوك ميك اب حلو. هاخد بقى الدرجة اللي هي الفاتحة خالص الشيمر دي اسمها فاسينيت، وهحطها في الانر كورنر كده عشان تدي لمعة بس بسيطة كده. والله طلع سهل مش صعب قوي. كنت حاسة ان انا هاخد وقت كتير قوي، انا خدت اوريدي 10 دقايق ولا اكتر، تقريبا 10 دقايق 12 دقيقة، بس مش وحش كده. هعمل بقى الوش وبعدين نكمل تحت العين، بس هعمله مثلا بالدارك بلو ده وخلاص. فالكونسيلر ده من الكوريكتور ده من هدى بيوتي اللي هو الدرجة البيتش، وانا مش عايزة خالص اي حاجة بقى في الوش تاني تكون ايه قوية، علشان كده ما اخترتش حتى حاجة تكون بتنور تحت العين جامد. انا بس عايزة يبقى شكل الميك اب طبيعي قوي، كل الميك اب الوش يبقى شكله طبيعي ما عدا العين هي اللي تبقى ايه يعني فيها شغل كتير. ف هاخد الكوريكتور ده، انا نسيت احط الفاونديشن، كان المفروض الفاونديشن الاول. فهنحط الكوريكتور بعدين نحط الفاونديشن وبعدين نرجع نحط الكونسيلر. الفاونديشن او لا، هرطب بشرتي الاول بالكاترز ده اسمه سكين جليزد، هو زي سيروم كده للترطيب يعني مش اكتر، سيروم مرطب. وعلى فكرة اغلب المنتجات دي انا اول مرة تقريبا اجربها معاكم، فهو يعتبر برضو فيديو تجربة منتجات جديدة مش بس ان هو يعني ميك اب لعيد ميلادي او كده، فنبقى جربنا حاجات جديدة سوا مع بعض. استخدم بقى الفاونديشن ده من فنتي اللي هو اسمه برو فلتر درجتي 220، بس الدرجة دي غامقة شوية عليا فمش مشكلة، هي هتبان على الكاميرا عادية بس هي في الحقيقة غامقة عليا، يعني لو حد شافني في الواقع هيعرف ايه ان انا مغمقة وشي شوية، بس مع التان بتبقى كويسة. هاخد كده 2 بومب وهحطهم على وشي، بس هحط الاول على الحتت اللي هي فيها الاحمر الجامد ده وبعدين نبقى بالباقي بقى نوزعه لجوه. استخدم الكونسيلر بتاع كيفي دي اللي هو لوكت درجتي فيه ميدي لا نيوترال ام 21. انا شلت الستوبر لانه الحته اللي هي كانت هنا اللي هي بتاعت الكونسيلر دي وقعت فما عادش بيعمل، ما عنديش عارفه اطلع منه اصلا يعني، فشلت الاستوبر بتاعته علشان اقدر اطلع كده منه شويه. هو تخطيطه حلوه جدا بس هو تقيل، يعني تحس ان هو بيخطط تحت العين شويه، لو انت مش بتحبي المنظر ده تحت العين غالبا مش هيعجبك خالص لان هو تقيل، يعني مجرد ما بحطه بعدين اروح مثلا ادمج اجيب مثلا الباودر يكون هو خلاص خطط تحت عيني، فبيخطط بسرعة قوي وتقيل، يعني تحس انك حاطة حاجة تحت عينك مش اللي هو كونسيلر تخطيطه تقيلة بس خفيف زي مثلا بتاع هدى بيوتي كده اللي هو الفو فلتر اللي هو كان نازل اخر حاجة ده، اللي هو الكونسيلر الوحيد بتاعها، يعني هي منزلتش غيره بس لا مش زيه خالص. هما الاتنين تغطيتهم عالية بس ده لا ده كريمي قوي وسك كده، التاني بصراحة أحلى. بس أنا عموما عايزة أخلصه عشان ايه يبقى، بحب أخلص الحاجة اللي عندي معرفش ليه محبش أرمي حاجة. هستخدم بعد كده البلاشر الكريمي ده من اسنس اسمه جوت بلاش تقريبا بيبي جوت بلاش، هو على بينك لان عايزه يعني الخدود وكده تبقى على بينك، فانا هعمل كده عشان ما اعملش على وشي ويبقع او يتشال اللي انا حطيته، فهعمل كده كتير وبعدين اخد من هنا واحط على وشي. هاخد بالفراش بتاعه شي جلام اللي هي بتاعه البلاشر اللي هم نزلوها مخصوص دي وابتدي احط كده، وعايزاه برضو البلاشر ايه يبقى ناعم. على فكرة البلاشر ده ريحته حلوة قوي، ريحته بطيخ كده دي بلندر، بس بقى الناحية اللي هي ما فيهاش خالص لون دي علشان ايه ما تبوظليش الدنيا او تشيل لي الايفكت بتاعه،
وبس اطبطب كده، عشان زي ما قلت لكم ان هو بيخطط، فعايزه اثبت على ايه، على ان هو ما يبقاش مخطط خالص. ولا الفاونديشن، الفاونديشن ده على فكره برضو يعتبر من ميديم طفول كده، هستخدم الباودر بتاعت اسنس والباودر اللي هي الكومباكت برضو عشان ايه، تنوير تحت العين الاتنين مع بعض يعني. وهنعمل بيكنج بقى، وهنحط رموش وهنهيص. بس انا الفكره بقى ان انا ما عنديش رموش تقيله، يعني اللوك ده عايز رموش بقى تكون دراماتيك كده وشكلها حلو قوي، بس للاسف ما عنديش غير الطرفيه دي وخفيفه قوي، فهبان طبيعيه كاني مش حاطه حاجه. الباف سبونج وهملاها كده من هنا، واعمل بيها الكونتور بتاع المناخير. والناحية التانية برضو خلال شوية دول ممكن نعمل الحواجب مثلا. فهستخدم القلم ده من انستازيا، الدرجة بتاعته دارك براون. برضو ايه، مش عايزة الحواجب تبقى اوفر قوي علشان ميبقاش الشكل بولد كده، ويعني مش عارفة، انا مش بحب يبقى الشكل دراماتيك قوي، بحس انه لما بزعق قوي بالميك اب كده بحس ان انا شكلي مبيبقاش حلو، فمش بيليق عليا يعني. فنعمل حاجة واحدة جامدة والباقي ايه، يبقى خفيف حواليها. هشيل بقى البودر دي علشان انا اصلا كمان وشي ناشف، بس انا كنت عايزة يعني اعمل حاجة اكسترا كده النهاردة، كل حاجة تبقى اكسترا. كمل بقى الميك اب بتاع تحت العين، بس هاخد فرش جديدة علشان ايه، اخاف ان الفرش دي تروح مبهدلة الدنيا، فعايزة فرشة تانية تكون جديدة. هاخد الفرشة دي من جيسب، بس كانوا مجموعة كده فملهاش رقم. وهاخد الالوان اللي هو الكات ناب، وهستخدمه تحت العين، بس ايه ممكن نوسع عادي، لان هو يعني ممكن انزل بيه تحت كتير لان هو لون فاتح جدا يعني. كات ناب ده اللي هو اول لون خالص استخدمناه. هاخد اللي هو الكابتيفيت اللي هو كان على مخدر ده، بس عايزة بفرشة يعني بالراحة بقى. اوكي، بعدين هاخد اللون اللي هو اسمه افتر دارك، بس اقرب بقى يعني، احاول احدد اكتر وبلمس بس البان اللي في الاي شادو باليت عشان ايه الدنيا ما تزيدش مننا خالص. انا حاسه ان لسه فوق محتاج دمج شويه، فهنضف الفرشه اللي هي الاولانيه خالص دي واقعد اعمل كده شويه. عايزه اللوك يبقى سموز. هاخد الهايلايتر اللي هو كان في مدمع العين ده واعمل تاني كده عشان حاسه انه راح كده. نيجي للبلاشر بقى، استخدم البلاشر ده من تارت اسمه شارم، هو لونه بينك فاتح كده، وهستخدم نارز اورجازم اللي هو لونه عامل كده، بس هو خلاص يعني بيخلص، فهستخدمه عشان يبقى شيمر لان مش عايزه احط هايلايتر. عايزين نكتر، عايزين نكتر. هاخد بقى اللي هو اللي فيه لمعة ده، اورجازم ده بيبقى فيه لمعة كده، فعشان كده لذيذ يعني، بينفع بلاشر هايلايتر. انا ما جبتش تصدقوا برونزر، ونسيت احط الكونتور، كنت جايبة كونتور بس ما حطيتوش. ممكن نجيب برونزر بقى من جوه. هستخدم البرونزر ده من ايفون، هو برضو فيه هايلايتر يعني، كور هايلايتر مع برونزر، فهيبقى حلو برضو، مش هيخلينا نحتاج هايلايتر. وعلى فكرة قوي، فما يعني ما تحطيش الفرشة فيه كتير وتفتكري ان هي ما خدتش. بصوا الفرشة كانت نظيفة خالص يعني، بصوا عمل ازاي، هو قوي مش خفيف خالص يعني. حط الليب انجكشن ده على شفايفي لغاية ما نخلص بقية العين عشان يكون شفايف
يعني كبرت شوية. هندم دلوقتي على الحركة دي. بس ماشي، هستخدم القلم ده من سيفورا، احطه في ال يعني في الووتر لاين بس اللي فوق، علشان لما اجي احط ماسكارا ميبقاش باين ان في خط كده زي اللي هو بيج، او يعني خط العين نفسه بيبقى ايه، بيبقى باين ان هو كثيف، الرموش تبان انها اكثف يعني. بس هو الدرجة دي اسمها ميد نايت بلو، فهتدي على مزرق شوية. استخدم برضو القلم ده بس جوه العين بقى، ككحل جوه العين، هو من كاتريس، اسمه كحل كاجال ووتر بروف، واللون بتاعه ازرق زهري كده، هحطه جوه العين. هنا هستخدم الايلاينر ده من سيفورا، اللي هو الانتنس انك لاينر ووتر بروف، هحط خط يعني رفيع قوي، مش عايزة الدنيا تبوظ مني قوي، وربنا يستر. بنقول هنحط خط رفيع، بنتفاجئ ان احنا بنسحبه للحواجب من فوق. اخر حاجة الشفايف بقى، هحط الليب لاينر ده من كيكو، درجته 533. عايزاه يبقى نود، نود فاتح، يعني افتح حاجة عندك حطيها لو انت يعني عايزة تعملي لوك اوفر وكده في العيون، يعني خلي الروج يبقى افتح حاجة عندك. خد الروج ده من ميلاني، درجته 420، ده بيبقى شكله كده وده شكله من جوه. والأرواج دي حلوة بس الصراحة بتتكسر بسهولة، يعني كان عندي واحد انا ما خلصتوش، هو اتكسر، مش هتعرفي تستخدميه. يعني شوية بالروج ده من انجلوت، درجته 331، 331، والدرجة بتاعته فاتحة قوي كده، اللي هو بيج يعني. خطوة هحط ليب جلوس او هحط ليب اويل، هحط ده بتاع كاتريس، اي حاجة عندك بتلمع بس عشان الشفايف يبقى شكلها بيلمع مش اكتر. بقى الماسكارا وهركب الرموش والبس واعمل شعري وارجع لكم تاني. 2000 years later. وبس كده حلوين، ده الشكل النهائي للوك. اكتبوا لي ايه رأيكم، ولو حابين تشوفوا الصور تعالوا على انستجرام، هنزل الصور هنا. صراحة البلد حلوة بس هي برضو باتشي زي فعلا ما البنت قالت، خصوصا الشيدز اللي هي الكابتيفيت، اللي هي الالوان اللي مش ميتاليك، يعني اللي هم المات دول شوية باتشي، اللي هم اللونين الغامقين دول شوية باتشي، بس لسه عايزة العب بالالوان اكتر في البلد دي، يعني لسه في برجاندي اصلا. البلد دي ممكن تطلعي منها اخضرات كمان، مش ازرقات بس، ممكن تطلعي الالوان اللي انا بحبها اللي هي البنيات، كل بقى الالوان النود اللي هتقدري تنزلي بيها كل يوم. فهي بصراحة بلد حلوة، يعني لو لقيتوها في عرض او حاجة هاتوها، هي لذيذة مش وحشة خالص، خصوصا كمان فيها كل الوان، يعني تقدري تطلعي منها كذا لوك، فبتبقى البالت دي حلوه لو حد عايز يجيب بالت واحده. بقيه الحاجات اللي استخدمتها كلها حاجات حلوه، ما عدا بس الروج بتاع انجلوت الفاتح قوي ده، ريحته تقريبا ما اعرفش هو كان ريحته كده ولا هو ريحته غيرت، لان ريحته وحشه قوي، فمش فاكره بصراحه هل انا لما جبته، لان جايباه مثلا من 3 سنين ولا حاجه، فهل انا لما جبته هو كان ريحته كده اصلا، يعني هي دي ريحه الروج، ولا هو ريحته غيرت من الكتر الركنه انا ما بستخدموش، لان ده ريحته عاديه، ده ريحته حلوه جدا، فمش عارفة بصراحة المشكلة فين. بس غير كده كل حاجة انا استخدمتها النهاردة كانت حلوة. وبس كده يا حلوين، دي كل حاجة الفيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك الفيديو، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلوك كل الفيديوهات الجاية، وكمان فولو مي على انستجرام، تيك توك، فيسبوك، سناب شات كمان، وثريدز، بسيب اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.